السلام عليكم، ما اخباركم؟ كلشي بخير، نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير ان شاء الله، واحوالكم مزيانه. اليوم غنصاوب واحد الكلاص اقتصادي البنات، وكيجي رائع. نبدلو شويه الحليب بهذا المشروب هذا. بسم الله على بركه الله، نبداو بالمقادير. عندنا البنات باكيه ديال كريم شونتي، عندنا مشروب انا لقيت ما لقيتش ديال المونغ، نورمالمون كندير فيه د المونغ، ولكن اللون كل بحال ماشي مشكل. خديت ديال باناشي بين الخوخ والمشمش، وعندي مونغ وحده قسمتها، النص غادي نخليه للتزيين، والنص ديجا راه كان في كونجيلاتور، غادي نطحنو وغادي نزيدو في هاد الكلاص. هاد ثلاثة المكونات هما اللي في هاد الكلاص هذا، ولكن كيجي لذيذ ورائع البنات. بسم الله على بركة الله، ندوزو لطريقة التحضير. صافي البنات، كناخدو البول ديال العجانة، ولا ديرو نتوما الطراب الكهربائي. غادي درت فيه داك المشروب، وغادي نخوي لاكخيم ديالي، وغادي نطربهم مزيان حتى يطلعوا. البنات من بعد ما طلعنا لاكريم ديالنا، انا راه ما كنديرش سكر لحقاش هادشي كله اللي درناه حلو. لا كنتو غتزيدوا واحد ربع سكر، ربع كاس ديال السكر، ولا واحد جوج معالق هكا كبار، ولا كيبقى الاختيار اختياركم. هاد المونغ راه ماشي طحنته بزاف البنات، هانتوما بقى شي شويه، غير ضربت يعني جوج ضربات صافي وحيدتو. بغيتو تزيدو لي فخويساك زيدوهم البنات، كيبقى الاختيار اختياركم نتوما. صافي غنمشي بهاد الطريقه تا غادي نديرو. والمول ديالي ها هو غلفتو بالبابي، درتو على شكل قلب. هو اصلا هاد المول البنات ما كنستعملوش، كيلصق ليا هذا الا ما درتش لي بابي كويسون، كيلصق الكيك. خليتو غير لي كلاص هكا. صافي البنات، انا درتو فهاد المول هذا على شكل قلب، كيبقى المول على حساب الاختيار ديالكم نتوما، ولا بغيتو تخليو غير في بواطا كتسد ماشي مشكل. غنغلفو مزيان بفيلم اليمونتير، وغنديرو في كونجيلاتور. كيجي في واحد لوغو غزال هذا ديال الا كنتو بحالي، ولكن ضروري غتكون واحد الفئه بحالي. كنحماق على شي حاجه فيها، كيعجبني الديسير ديال المونغ البنات، لا لوجي ديالو ولا لي كلاص ولا نتلاقاو ان شاء الله في الشكل النهائي من بعد ما يشد فراسو ويجمد مزيان، ونرجع معكم تشوفوا التزيين اللي غادي ندير ليه الاخر. غنلفوه بهذا الشكل هذا البنات، يتغلف مزيان فيلم اليمونتير باش ما يشربش لينا، يشمنا ديك الريحه ديال الكونجيلاتور. راكو عارفين كيكون الحوت كيكون اللحام، وهذا يتغلف مزيان، ولا يدار في بواطا كيكون تكون محكمه الاغلاق، يعني تكون كتسد مزيان. دابا انا غادي نديرو في كونجيلاتور، ومن يوجد نرجع معكم. ها هو الشكل النهائي البنات ديال الكلاص ديالنا. انا غادي نقطع معكم طريف تشوفوه، كيجي رائع مع داك لوغو ديال المونغ، نتمنى يعجبكم. ها هو البنات كيفاش كيجي، كيجي رائع بالمذاق ديال المونغ، واقتصادي ما فيش مكونات كثار البنات. نتمنى لا فيديو ديال اليوم تعجبكم، وما تنسونيش بلي لايك وبالتعاليق ديالكم الجميله البنات. واللي كيشوف لاشين ديالي وعجبو المحتوى ديالها وكيشوفها اول مره، يشترك ويضغط على الجرس باش يوصلوا كل جديد ان شاء الله. ونتمنى نلقاكم في الفيديو الماجي، وتكونوا في اتم الصحه والعافيه، وبسلامه عليكم.